لو الحكاية فيها إن فيجو. نروح بعد كده لبرج الميزان ومواليد الميزان. النهاردة عندهم في حالة تناغم هتنفعهم جدا، القمر اللي في الكوس بيتناغم مع فينوس اللي في برجهم، وده بيديهم قدرة هايلة على التفاوض ان شاء الله مع اللي حواليهم. عندهم قدرة كمان ان هم يكونوا مقنعين ويطالبوا بحقوقهم بلباقة وبموضوعية. اشوف ان النهاردة بالنسبة للميزان يوم رائع اجتماعيا ومهنيا وعاطفيا.